مطورين على الحاله. صهرت بنتك صار له شهر منحوشين هون برضه الديار، وبعدين انا مليت من الجبصين وانا اكثر. قلت لحالي اليوم بفكونا الجبصين. اخ يبليب قتله الكسر على كبر ما بيجي بالروح. من نجيب مصاري؟ لا تقولي لي نياشي، نياشي ما عصفيها. ما في الا نقنع ام هاني تتركنا بالبيت، شو بدنا نساوي؟ ما ضل شي نبيعه. انا رايي وقت بتجي اليوم من سهيره حاكيه بالحسنه، قال الايد اللي ما بتقدر عليها بوسه ودي عليها بالكسر. وانت صادق بتركبها على الطرطيره وبترميها من فوق الجسر. تفضل. يا ست ام هاني، يا ست ام هاني طولي بالك شوي، الدنيا دين ووفاء. طلعي في حالتهم بتقطع القلب، كيف كل اغراضهم مشلحه برا. انا من الشرطه وتقطع قلبي عليهم. طيب لإمتى بدي ضل مطولة بالي؟ يعني بكره بيقوموا بالسلامة وبيسدوا كل شيء. لك يا سيدي أنا عم بتعيش من ورا هالبيت، بعدين صار له كذا سنة ما رفعوا لي الإجرة. وإذا رفعوها؟ لا، في مستأجرين عم يدفعوا لي 4 أضعاف، هن إذا رفعوها بيرفعوها 50-60 ليرة وبالكتير 100 ليرة. يعني تنحتي؟ إيه تنحت. لا حول ولا قوة إلا بالله، تنحت صاحبة العقار. قولي معقولة بدكم تسكنوا كلكم هون عندي؟ شو بدك يا نحمة؟ يعني انت بتريد انصب ناموسية بأرض الديار ونام انا وابو طبسة ولحي؟ لا امي بس يعني هذا مو حل. هلا حل ولا مو حل؟ امك احطونا وانا احطونا مو صغير غير هالغرفة، شو بدنا نساوي؟ ما في الا ننصب برداية بنص هالاوضة ونقعد النسوان من جهة ورجال من جهة. ابوك يا شنطة، ابوك يا زهر. غدا فكي الجبصي. موافق اشتغل؟ تحت اشراف زهرة. شلون يعني تحت اشرافي؟ يعني تشتغل معك. ايه انا بألف يا ويلات دبرت شغل، ما بيشغلوا التنتين. ما حدا رح ياكلها، وين ما دبرت شغل بتشتغل. ماشي، بس ما بتحكي مع رجال؟ ما بحكي مع رجال. لا بالمنيح ولا بالقبيح. لا بالمنيح ولا بالقبيح. إذا رجال سلم عليكي وقال لك مرحبا شو بتقولي له؟ ما برد عليه. لا، بتقولي له بو عليك، شو بتقولي له؟ بو عليك.